الإخوان باع تهمة الاتجار في المخدرات والتزوير في محررات رسمية اللي كانت توجه لسعيد الناصري، الأمن المغربي والتحقيقات كيتوصل عاوتاني بتهم ثقيلة وجديدة ضد سعيد الناصري. فشنو الفضيحة اللي دار عاوتاني اللي غادي تغرقو ديال بصح؟ وشنو علاقة قضية بارون المخدرات بعبد اللطيف وهبي وزير العدل؟ فكنقول لك إذا كنت أول مرة كتشوف هذه القناة، هذه قناة الشعب اللي كتجيب دائما الجديد والحصري وكتفضح الفساد ديالهم، اشترك فيها وأجي كمل معايا هذه الحلقة. أكدت آخر تحقيقات اللي كانت مع سعيد الناصري أن هذا الأخير تبين بعد تهمة الاتجار في المخدرات والتزوير اللي كانت توجهوا ليه. السيد صدق كان كيصور مشاهير وشخصيات سياسية مهمة في الدولة في وضعيات حميمية، وكان كيوثق داكشي في فيديوهات اللي كانت كتصور أثناء الليالي الحمراء اللي كانت كتقام محل الإقامة ديالو بمدينة كازا، يعني الفيلا ديالو. وهذا الشيء هذا تأكد من خلال ما تم الكشف عنه في بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يعني تبين أن السيد كان باش يحقق مجموعة من الأغراض الشخصية ديالو كان كيبتز هاد الشخصيات بهاد الفيديوهات والأشرطة اللي كان كيصورها ليهم، وكذلك كان كياخدها وكيمشي كيبيعها للمواقع الإباحية. الجديد كذلك أن بزاف منكم غادي تسولوني على الفضيحة ديال تذاكر المونديال اللي تباعت للمغاربة بزبالة ديال الفلوس وكان فيها النصب والتزوير ديال بصح، واللي تشد فيه الحيدوي وكذلك عادل العماري اللي كانت حكمت عليهم المحكمة. فالبارح حكمت المحكمة ديال الاستئناف بمدينة الدار البيضاء على عادل العماري بالبراءة. أما البرلماني السابق ورئيس أولمبيك آسفي اللي هو الحيداوي فكان تم الحكم عليه بسنة ونصف سجنا، ودابا تم الحكم عليه فقط بثمانية ديال الأشهر، يعني تم التخفيف ديال الحكم ديالو. دابا غادي نخليكم مع تصريح ديال الأستاذ حميد المهداوي اللي غادي يكشف لنا على العلاقة الحقيقية ديال عبد اللطيف وهبي مع قضية بارون المخدرات. نستمعوا ليه كاملين. فواحد البلاصه تيحطوه له هنا ولا هنا كيحددهم فيه، وهذاك السوار تيتبعوا فيه مشاو ما يخرجش من واحد البلاصه في رجلو ولا في شي بلاصه في جسمو، او كيفرضوا عليه شي تدبير من التدابير، اما انه يخدع لواحد التكوين معين او لو يتكون في واحد الخدمه معينه، اما يمشي يتعالج عند الطبيب ويواكبوه، اما يبقى يبوانتي يوميا عند المندوبيه السجون او يبوانتي عند البوليس او هذه تدابير واجراءات كتقيد بعض الحقوق ديالو. اذا هذو ثلاثه ديال المستوى ديال البدائل باش نخفوا من الاكتظاظ ديال السجون. حتى هنا مزيان، انا ما اثارني هو ان المشرع اختار واحد السبعه ديال التهم، قال لك هاد الناس مواليها في الجناح ما يستافدلياش من العقوبات، هذا خصو يدوز الحبس. شكون هما اللي عنده المس بامن الدوله الداخلي او الخارجي؟ كما قلت لكم بحال دابا دوك النشطاء الريف، الامن الداخلي او الخارجي، عدم التبليغ، شي واحد شاف شي حاجه وما نعرف كيفاش، ما بحال دابا ما بغيتش ندخلوا بعض التفاصيل، امن الدوله والارهاب، كاين الاختلاس والغدر والرشوه واستغلال النفوذ وتبديد الاموال العموميه، غسل الاموال، التجار الدولي في المخدرات. انا هذه هي اللي بغيت نسالها، بحال دابا قلت لكم الريف، واحد السيد كتب عليها تدوينه، واحد تيبيع حشيش للمغاربه، علاش التجار الدولي ما تستافدش من البديله من العقوبات البديله، ولكن التجار الوطني اللي كيخرب عقول المغاربه امام المدارس وامام الجامعات وامام الثانويات بعضهم، هذا اللي كيبيع لنا الحشيش وسط المغرب، علاش يستافد من العقوبات البديله؟ وما يستافدش منها واحد الانسان مثلا كما قلنا بحال ديال امن الدوله كتب غير تدوينه والقاضي ما عارفش كاع ما عرفهاش حتى واش جريمه ولا ماشي جريمه. بعض المرات كتكون عندها طابع سياسي فيها غير انتقام. هذاك ما يستافدش. وتصور اللي بعتي الحشيش وخربتي العقل ديال المغاربه، شتتي لهم عقلهم، تستافد من العقوبات البديله. ولكن الا كتبتي تدوينه عبرتي على راي سياسي وكيفته النيابه العامه على اساس المس بامن الدوله، والله لا استفدتي. وداك اللي كيبيع الحشيش في راس ديال الثانويه تلقاه برا مستافد. انا بغيت نفهم شكون هو هذا الفقيه اللي اصر على التجار الوطني، التجار في المخدرات داخل البلاد يكون، قال لك التجار الدولي في المخدرات والتجار العقلي وهلم. اذا هذه الملاحظه الاولى وساعود لهذا الموضوع ان شاء الله. ملاحظه ثانيه، كتوصلني هذه الورقه هذه دابا قبيله الصباح، تقديم الخمر للمغاربه المسلمين. هذا السيد مسكين هاد اليومين ولا شحال نهار شايب شي لعند الوكيل الملك نهار 28/12 عشيه راس العام يدوزو قلف عيب شي عند وكيل الملك. السلام عليكم. السلام، تفضل سيدي، شنو تهمتي يا سيدي؟ قال له قدمتي الشراب الخمر للمغاربه.
المسلمين المسلمين للمغاربه، كاين المغاربه اليهود وكلمة، ولا قدم الخمر للمغاربه اليهود ما كاينش نص المغرب انا بعت المغرب يهود، ولكن علاش؟ لان الاسلام دين الدوله واخا، ولا بعتي الشراب من واحد المغربي وهو مسلم بعتي له ولا قدمتي له خمر غنعاقبه كيفاش؟ انا بغيت نفهم هذه العمليه، ماشي القضاة، هذا وكيل الملك يطبق النص، انا كنهضر مع المشرع مع الطبقة السياسية. عندي ملاحظات بخصوص هذا النص. الأول هو تيجيني زعما تقديم، دابا عاد طرح سؤال، أنا كنبغي المساواة في القانون، بعض المرات دابا شحال من قرعة كتصنع ديال الشراب في كتستهلك في المغرب لحسن، شحال من قرعة الشراب بالويسكي بالبرة بالروج مختلف، شحال من قنينة كتستهلك يوميا؟ وشحال من أجنبي كاين في المغرب؟ عملية حساب على القول المغرب. أعطيكم عام مثال، مثلا في المغرب داخل مليون سائح في النهار، أعطيتكم مثال، ولكن لقيت راسي أنا عندي 40 مليون قرعة شربت، واش 10 مليون شربوا لي 40؟ إذا راه المسلمين شارب المغاربة معروفة العام عدد الاستهلاك وعدد، وأي دورية البوليس والجندار دير عدويرة في البيسريات وفي البيران، دخل أي بواط كاين الكور وكراهم سدوا هذوما البواطات كون كانوا يخدموا مع الأجانب. دابا هاد لي بواط كيخدموا مع الاجانب، ولا المدينه كتلقى فيها 100 بواط وشحال عندك في المدينه من الاجانب؟ كاينه غير خمسه السياح، واش كيخلصوا هاد العمال وهاد، واش كيخلصوا هاد المطاع هاد السينيسيس ديالهم حقوقهم؟ راه كيبيعوا للمسلمين، اذا معروفه، علاش كنختاروا واحد واحد النهار ونقولوا ويجي مسكين بوحد؟ واش ما كنحسوش داك الشخص انه الخمر ماشي مزيان دينيا؟ اياه وكيضرب الصحه وقولوا اللي بغيتوا، شي ما فيهش، ولكن هذا المنطق كيجيني غريب زعما. نجي انا والله كيقول ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن شاء ومن شاء ولا اكراه في الدين، لا اكراه تتلقى شي، لا اكراه في الدين، ما كاينش الاكراه فيه. الاصل هو الانسان ما خصوش يشرب الخمر لانه كيضر وكذا، اياه والله يعفو على كل واحد ما كاين مشكل، ولكن واحد الانسان عاقل، هو عاقل كيما الحبس، كيعرف الحبس وكيعرف الحريه وكيعرف الشيك بدون رصيد كيدير الحبس وما كيديرهاش، وكاين حوايج يتحمل. تجي تناصحو ما تقول ما تشربش وقول له الخمر، قال الله عز وجل ايه زوينه، قول له الخمر كيضر في الصحه، واما شد كاع الناس اللي كيستهلكوا الخمر، ولكن ملي كتشد واحد بوحدو تم غادي به وتقول له المغاربه غير المسلمين. دابا في البرلمان المغربي شحال واحد كيشرب؟ دابا هذا البرلمان ممثل الامه طبعا ما كيشربوش كاملين، الا غنكون ما تكونش تما شي 98% اللي كيشربوا. هاد الاحزاب السياسيه والامناء العامون هاد الناس اللي كيحكموا زعما عدد منهم هنايا. دابا تصور توقف عند ماشي هاد وكيل الملك، شي قاضي ولا قاضي، تصورت بعض المرات تلقى راسك كتهضر معاه هكا تفكرت واحد الوحده واعره بزاف، هذه خطيره جدا. كنت في الفسحه في الحبس، في الفسحه واحد السجين من اخطر انواع البشر، يا ربي ما شفتش خو هذاك الى يومنا هذا، اي صغير خطير خطير. شي مره شي مسؤول قضائي خرجوا ممكن كيشرب، ما عرفت كيفاش عنده واحد اللعبه ديال واحد القرطه كيدوخك تياخذك، خدا له التليفون خدا له كذا، شي مسؤول غدور الايام وذاك المسؤول يعتقلو يوقف قدامه. دابا تصور لي كريساه يدير له، ما عقلتش على التفاصيل ولكن اللي كنعقل على الواقع شبعت فيها ضحك. هذاك السيد خدا له التليفون، دابا واحد المره كتلقى مثلا شي قاضي بحال هكا ولا كاين هو تيحكم عليك والنص هالنص عاطيه، هو مثلا يقدر يكون شارب الله يعفو على الجميع، ما تنقولوش قضاتنا، تقدر تلقى شي واحد في المية ولا. دابا كيفاش تقدر تحكم على انسان بحال هذا النوع كدير شي حاجه وتاخذ فيها قرار؟ دابا هاد الطبقه السياسيه ولا هاد عادي كنهار تيقولوا وخصنا نرخصوا من الخمر والمغاربه راه ولاو كيشربوا الماحيه وغلاء القنينات. ايوا غلاء السيد هذا غيديو دابا الطبقه السياسيه قالت لك الخمر راه غالي وخاص تنقي، لمن هاد السيد؟ هذوك اللي كانوا كيناقشوا الاسعار ديال الخمور غاليه شكون مين هما؟ من قريش يا كاع الحكومه المغربيه والبرلمان المغربي مجلس المستشارين ودعاء المغاربه على المسلمين. هاد الشيء ديال الخمور فهي ممنوعه، باش نبقاو في هاد في هاد الاطار هذا، ولهذا يعني الادعاء بالشعبويه يعني شويه مجانب للصواب، باش نبقاو غير في هاد الحدود. وحنا حتى ملي جينا باش نقول لكم على هاد القضيه ديال الترخيصات، هاد اللي تكلم عليها السيد نائب السي البار ليبوكريزي وهذا النفاق اللي كاين في الترخيص، الترخيص كيفاش كيتعطى؟
وانا قلت لكم خلال هاد جوج تاع السنوات يعني طلع بواحد الطريقه صاروخيه كيجي ياخذ ترخيص ديال المطعم والمطاعم مصنفه بالشوكه بلي فوخشيت اون فوخشيت دو فوخشيت بحال لي زوتيل اللي كيديروا لي زيتوال يا كاسي البار كياخذ 3 فوخشيت علاش 3 فوخشيت باش ياخذ ترخيص ديال الشرب ملي كياخذ الرخصه كينقص من الماكله وكيزيد في الشرب كتقول الوالدة ولا ما عرفتش كيقولها الوالدة وكيت اللي جات فيه في هذا البلاد الله إلا كيت اللي جات فيه وصافي واخا نجي دابا للنساء ورجال التعليم وبغيت نساء ورجال التعليم كما قلت بديت هذه الحلقة ما يتقلقوش مني ياك طلبتوا رأي عدد منكم ونذكركم ما كاينش شي واحد كذا العصا بحال هذا الإنسان في الجانب الإعلامي قدي شفتوا شنو وقع للصفحات ديالنا والسينيال وهذا الوضع ديالنا المالي شفتوا الهجمة اللي كانت والمعطيات والصفحات واليوتيوبر كل شيء هجم وراه كنقول هادشي كان فيه جوج مستويات كانت تطبيع هادشي اللي قلنا في التطبيع منذ استضفنا ديك السيدة شامة إلى جانب ومن بعد جبنا إدريس القنبوري وجبنا النويضي وجبنا شكون الأخو اللي كان عنده أوي حمان وكاع النقاش ديال التطبيع لأن أخطر المشاهيرين في المغرب ومحترفي التشهير في المغرب عقلوا على هذه المعلومه هما راهم دوك الناس اللي كيخدموا على داكشي ديال التطبيع اختي شي نهار خاص شي حلقه هما اخطر المشاهيرين اللي عندهم علاقه اللي رضعوا الثقافه الصهيونيه هاد الصهاينه عندهم واحد الاساليب خطر في تقليب الراي العام والتضليل والدعايه والحاج دولي فوكونت هما اللي واعرين في هادشي في البلاد السعيده فسيروا قلبوا وعرفوا شكون اللي كيلعب على التطبيع وشكون اللي مستفيد منه التطبيع هما اللي ينشروا الحقد والكراهيه وسط المغاربه وملي جت المعركه ديال التعليم التقوا علي عباد الله يعني بجوجهم فكانت يعني الضريبه قاسيه ولكن الحمد لله علاش قلت لكم هادشي باش نذكركم حيت المغاربه عندنا واحد الجانب خطير المغاربه قلت لكم دائما غا معايا راك حبيبي تختلف معايا بحال دابا الشيء اللي وقع في الجامعه الوطني انا شفت كي التخوين دايره شحال استقبلتهم شحال عطات المقرات شحال كلا ديال العصار خدات راي مع النقابات حتي يبدا فيها التفرشيخ غريب هذا الامر ما كنقبلوش معي او ضدي عقليه ديال بوش معنا او ضدنا اختار ما يمكنش ما لا توجد منطقه وسطى بين الجنه والنار على الجنه ولا النار اختار بينما في السياسه لا داك في منطقه ممكن نقولوا الجنه والنار في منطقه ولكن في السياسه لا كاين المناطق الوسطى كاين المناطق عادي راه التدبير هذا راه السياسه بزاف ديال الاعتبارات دابا نسولكم اخوتي المغاربه انا ماشي في موقع ولا تسمح لي صفاتي نقول لكم دخلوا تقراوا ما تسمح لي لا صفتي القانونيه ولا وضعي المهني ولا حتى نتوما اكثر منا راه انتم كلكم اساتذه ونساء ورجال التعليم منكم تعلمنا ومنكم باقي كنتعلموا دابا ما انا ماشي موضع نعطي الوصايه ولكن ما دام تشاركت في هذا النقاش والناس طلبوا رايي خليني نقول لكم شنو كيبان لي كرأي كواحد نظر معكم كمغربي كاب تاعنا وجهه نظري انا التي لا تلزم احد وما كندعوكمش كاع اسدي تبناوها انا على رايي قد اصيب وقد اخطئ شوفوا دابا اش جالس كندير في اوروبا ولا في الدول الديمقراطيه قول للصحفي اللي بغيت هنا في هذا المغرب سعيد لا مع المخزن لا مع الشعب بما تبغي تعطي شي راي ماشي كتخاف من لا حيت خصك تستمر ومن حقك لان كاين المتربص اللي كيبغي يريبك عاب الخوه واصعب حاجه هو انك تعطي واحد فرصه لواحد مخربق يريبك بالخوه مازال تقتل معركه شرف ما كاين باس لا كيعبوا عليك عاب التخربيق تقول كلمه يحلفوها لك هكا في اطار في هذا الشيء هذا فاش حنا كنكونوا دقيقين وكنحتاجوا نديروا معكم هذا النوع من النقاشات نسولكم سؤال المغاربه حيت انا من الناس اللي عندي وجهه نظر على ان الدراسه ترجع علاش دير بعض الاسباب بزاف ولكن على الاقل نختار غير اربعه الاول واش دابا هاد 7 مليون ولا 8 مليون ديال المغاربه اللي برا وحنا دابا في 2024 بقى لينا غير يومين وثلاث ايام سالات 2023 ما قراوش واش ناري يا خوتي المغاربه غنقولها بشي عباره عن تعصب واش كاين شي دوله في الكون عطي واحد الكلمه قالها غميميط لا قالها جمال العسري الامين العام اللي جا بلاصه نبيل موني قال كلمه خطيره جدا خطيره قال لك القرايه واقفه في جوج دول في هذه الكره الارضيه ولا في جوج بلايص قال لك واقفه في غزه واقفه في المغرب ويلي جوج مناطق ما فيهاش التعليم كيما كيقولوا قطاع غزه وكنعرف واش كاين والمغرب عطي هادي على تسال التشبيه شحال صعيب قال لك القرايه التعليم واقفه في جوج دول في جوج بلايص في غزه حيت فيها الحرب والمغرب
لم يحدث في تاريخ المغرب استهتار بمصالح المغاربة. ما عمرنا بحال هذا الزمن، هذا الزمن ديال هذه الحكومة هذه. تصور انك ما تقراش شهرين، تصور ما كاين حتى واحد ما زادش نفس على ولاد المغاربة، حيت ولاد الفقراء وكلهم ولاد المزاليط، ولاد الفقراء. ولاد الفقراء ولاد المزاليط. انا اتفق معكم النساء ورجال التعليم عقلوا تنقولها بمسؤولية. انتوما تستحقوا جوج الملايين في شهر ثلاثة، نقسم لكم بربي. اي رجل انا من داوود لو كنقول لكم زعما تستحقوا كل الحب، تستحقوا كل الاحترام، تستحقوا كل هذا الشيء معاكم فيه، تستحقون ومظلومين. ولكن عادي راسك بعد مره مكطيح مع شي واحد، اسمحوا لي التعبير. دابا نفترضوا انتم نساء ورجال التعليم، هذه بلادنا ماشي ديال الاخنوش، ماشي ديال بن موسى، هي ديال بن موسى وديال الاخنوش وديالنا. نفترضوا هذه الحكومه هبيله، انا نفتح هذا القوس، شي واحد حمق بغير يهب هذه البلاد نمشيو معاه؟ هذا راه الترياب، 8 مليون ما كيقراوش، حنا دخلنا في 2024، شنو غنبقاو في الاضرابات دائما؟ تالين، نساليو العام، شنو 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 النهايه؟ فين غنوصلوا؟ زعما معركه ديال نحطوا البيضه في الطاس، اي ولا نحطوا البيضه في الطاس، نحطوها في مجالات كامله، خارجين، اجوا نعاودوا القسمه ديال الثروه، اجوا نعاودوا النقاش ديال، وديروا واحد القضيه نبقاو عندكم، شنو نخرجوا الناس من السجون ثاني مثلا؟ كانت معركة ديال النساء ورجال التعليم معركة مقدسة ومباركة واحتضنها العالم واحتضنها الجميع. وفي السياسة ما عمرك ما تحقق كل شيء 100% impossible في السياسة. تقول لي غندير شي معركة اليوم تحققت 50% 60% وانا نقدر نقول لكم 80% اليوم تحققت، بقى 20 صحيح كان الظلم، كاين بعض الفئات مظلومة، كاين فئات استفدت، كاين ولكن خصنا نكون شوية ديال راه كاين 8 مليون عاوتاني ضايعين، كي غنديروا احنا معاكم. انا ما كرهتش تكون عندي سلطه جميع الفئات اللي كاين في التعليم كل، انا معاكم حقوق ما. ولكن راه كطلع عاوتاني كتقول لك وتسال العام، وانا عندي رئيس حكومه ماشي هو هذاك ولا حكومه، وشنو غندير انا؟ اي انا معاك، ولكن كنشوف الجانب الاخر كيبان لي 8 مليون ما قراوش، انت راك قريتي وشديتي 5000 درهم وضايع مظلوم، انا معاك. وهذاك اللي غدا غيولي الجوانات والحشيش ما قراش، عاد شنو هي اصلا منظومه تعليميه معطوبه؟ وحتى في الاوضاع الطبيعيه لا تنتج اثرا، وزيد هذا بهذا الاضرار. ايوا حنا بحكومه هبيله كي غنديروا مثلا؟ شنو عندهم بقاو هكا العام كله يسالي ولا شنو الحل؟ عطيونا شنو الحل، عطيونا شنو هو الحل، شنو نديروا؟ اي كانت واحد النوع ديال الانتهازيه، كان واحد النوع ديال الفئه كذا، كاين اللي استفاد، كاين اللي كان عاوتاني كاين تنازلات، كاين بعض المكتسبات بزاف، راه كان صفر، راه كاين اللي تزادت له 2000 درهم ولا 45000 ريال، ما عرفتش شحال كيقولوا 2250 درهم، وغتزاد له من بعد واحد 750 درهم، 3000 درهم. كاين عباد الله اللي كاين اللي تزاد لهم بزاف، كاين اللي غيكون ضاع ديال الحياه، كاين اللي كيكون. ولكن انا متفقين، ولكن فكروا عاوتاني في الولاد الناس، راه كاين 8 مليون ما كتقراش، راه ما قراتش. والمصيبه عندك ولاد اللي لاباس عليهم كيقراو في القطاع، خاصك تشوفهم يوميا. واش هذوك؟ انا نقدر نضحك، هذاك راه مسكين ما قراش، ذاك الولد راه غيضيع، ذاك الوليد درنا معركه، حطينا سميتو جنا النظام الاساسي، عدلنا اللي عدلنا، زدنا اجور، خلخلنا، عدنا الاعتبار لهيبه الاستاذ، كل شيء كيحترم. دابا نساء ورجال التعليم، عسكر، بولي، جندر، حاميه، كوتي، يقول لك برافو نساء ورجال التعليم، انتم خارجين مع واعرين. ولكن يقدر توطيح في ذاك الشيء واذا زاد عن حدين انقلب الى ضده. تقدر تضيع ذاك التعاطف. إذن علاش كنقول أنا أربعة الأشياء؟ هذا وجهة نظر ديالي لعودة للدراسة. الأولى هو أن عندك 8 مليون ضايعة، وحنا ندخلوا في 2024، ها وحدة، عقلوا لهذ المعلومة، 8 مليون. العامل الثاني اللي كيعجل عاوتاني وكنقولوا أن خصها هو أنه كانت واحد 80% ديال المكتسبات ولا 70 تحققت. إذن ما كاينش تقول لي والو، لا مزيان. العامل الآخر كاينة الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي. وهذيك راه نقابة محترمة وكانت معاكم واحتضنتكم. ولا ولينا نشكوا في كل شيء، مصيبة كحلة، كل شيء بايع الماتش، كل شيء سمسار، كل شيء. كنتوا تقولوا لنا النقابات الأخرى مع أي، وهذه النقابات التوجه ياك على البارح وهي زوينة وغزالة ومحتضنكم وكتمشيو أونسومبل. وكيفاش؟ هذا عامل آخر عاوتاني. كاين عامل رابع مهم جدا وخصنا نقولوها، كاين الضرورة وسطكم. كاين الاقتطاعات. بنادم راه مسكين عنده الدواء، شي عنده البنكه، شي عنده الكريدي، شي عندك تجي 2000 درهم
وكل العصا نحنوا منو تا هما شويه. كاينه حاجه اخرى، سير اسيدي رجعوا للمدرسه وديروا السبت والحد خرجوا معكم العائلات وواصلوا المعركه. ياك على السبت والحد ما تخرجوش نتوما، خرجوا الباء وممكن يخرجوا معكم العائلات المغربيه بولا، ولكن على الاقل نضمنوا اولادنا كيقراو. ديروا السبت والحد، ديروا واحد الشهر او ثاني، راه باقي الباب مفتوح، كاين ما يتشاف كاين. حنا ما كنقولوش كاين، انا في هذا الاتفاق، وان كنت هذا كنقول لكم رايي طلبتوا مني انا مع الناس يرجعوا يقراو. لا بغيتي المهدي، انا كنت باغي، وكنت باغي زعما داك شي واحد كيما كيفكر، وكنت كنفكر في مصلحتي وزعما ولا داك التخربيق الخاوي، راه غير هذه النقطه فيها نقاش. رابع، التزامات الاطراف، ملي كتقول لك تلتزم النقابات التعليميه في حدود اختصاصاتها بانخراط الفئه، راه هو هذا هو الجانب السياسي اللي ما تابعولوش الناس. تلتزم النقابات التعليميه في حدود اختصاصاتها بانخراط الفعال في برامج الاصلاح المهيكله لمنظومه التربيه والتكوين، لا سيما تنزيل مشروع المؤسسه المندمج الرامي الى الرفع من جوده التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ عبر تعميم مؤسسة. هذه فيها نقاش. والنقابات هنا عرفتي شنو هضره؟ الالتزام. يمشي غميميط وتجي غميميطه، اسمح لي سي غميميط على هذا التعبير. راه غتكون الايفينو كيلزم هذا الاتفاق. انت التزمتي نخارط معنا في البرامج، تكون ديال البنك الدولي، ديال صندوق النقد الدولي، ديال نقابتك التزمت. لان هنا بحال شيك على بياض، شنو هي هاد البرامج الاصلاح المهيكله؟ شنو المقصود بها؟ والتكوين، وحنا عندنا البرامج كيفاش كتجي من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجاك اطالي ومشروع وميثاق التربيه والتكوين، وهلما جرى كل المشاريع كانت كتجي من برا. دابا هنا برامج اصلاح مهيكله وكتلتزم النقابات، وهنا ما تضيطياش، خاصها تكون بشرط تنسجم والخصوصيه المغربيه الوطنيه التوجه، هلما جرى. معليش انا ما غنشدش في هذا الشيء، هذه ملاحظه، لانه في السياسه كما قلت ما يمكن لكش، السياسه راه اخذ وعطاء، والسياسه كما قالوا الناس ما فيهاش لاسورانس، والسياسه عاوتاني يعني خصك تكون شويه لا سوبليس، المرونه، وتكون شويه ديال راه يقدر دابا غماميط ولا التجمع راه بان لهم، ولكن تلقاه فكر يلاه كي غندير. دابا انا هو جامع الوطني بقيت كنفكر هكا، نتايا شهر ونص ونتايا جالس خارج تلام ضايع 8% واخا، هو كيشوف الجامعه الوطنيه ولا كذا، اح الناس كيعبوا ضدي، النهج الديمقراطي، راه ما مشي كيفكر في الاجور والاساتذه، راه غير مستغل ذاك الخطاب ديال ازمه التعليم، ولكن هدفه راه الانقضاض على السلطه والحكم. تصور الناس كيعبوا ضد النهج الديمقراطي بهكا، ما تعطيتكم مع امثله. وكيبان له الاساتذه وبان له التذمر بدا كيكبر ديال الاباء والاولياء التلاميذ، كلشي سخط. بعض المرات في الحياه تقدر تقبل شي حوايج بسيطه، ماشي لحقاش انت مكره، والا غتضيع كلشي. حتى واحد اللحظه تلقى راسك معزول، عدمي ما باغي والو، وعطيناك هادي وعطيناك هادي وعطيناك هادي، ايوا شنو بغيتي؟ اذا شنو؟ غتولي تبان قدام الناس نتايا. علما انا كنقول هذه حكومه غير مسؤوله، نساء ورجال التعليم، انا كنتفهمكم كما كتفهموكم المغاربه، هاد الحكومه بغيتو غير المعقول، راه كنهضر معكم على مصلحه الولاد. اما لا مع هاد الحكومه هذه راه دون المستوى. علاش؟ هاد الفلوس اللي عطاتكم ولا هاد الشيء اللي غتعطيكم لا يرقى الى مستوى طموحاتكم، وما غطاتش كل شيء، وكاين فئات بكم باقا مظلومه، حنا معاكم وتستحقوا اكثر. ولكن علاش كنقول لكم غير مسؤوله؟ لان ما كناش نوصلوا لهاد المعركه، كانت في الاول تعرفوا المغاربه كاينه دول ما ديرش العمل النقابي، التعليم والصحه ما كيديروش العمل النقابه، ما بغيتش نجيب لكم دول، كاينه دول في اوروبا الاستاذ وبعض الدول، بعض الدول الاساتذه ما يديروش النقابه والصحه، هادو جوج مرافق ما خصهمش يتوقفوا، ولكن كيتهلاو في الاستاذ، كيتهلاو في الممرض، كيتهلاو في الطبيب، ماشي بحال هاد المصيبه. اب ما كاينش اللي مكرفص قد الطبيب والممرض والاستاذ ورجل التعليم والاداره، هاد القطاعات وكراسه، وتلقى واحدين اخرين جالسين كيضربوا الصرف، كيديروا حتى شي حاجه. علاش كنقول لكم غير مسؤول هاد الحكومه؟ ما كناش في الاول نوصلوا لهاد الشيء، اولا كانت تشرككم في الانتاج ديك الوثيقه القانونيه، نسال رجال التعليم الاداره كذا، مشاو داروها غير بوحدهم، دارت حتى النقابات قالت لك حنا من جابوا النظام الاساسي ما اتفق. ها هي الاولى، العقوبات اللي جابوا سخونيه الراس، حيت فيهم سخونيه الراس، بغاو يسيطروا عليها، في الاخر تمرمدوا. والخطوره الاخرى اللي داروا هو بحال الجلسه معاكم مع التنسيقيات، من حقكم حنا في هذه القناه من النهار الاول تنقول من حقكم تجلسوا. عتقول لي المهداوي شنو هو سندك في القول؟ غنقول لك بزاف، وانا كنتوجه الحكومه، اولا انت هي حكومه لا تحترمي القانون ولا الدستور، وسبق لي هضرت عليها الماده 86 في الدستور واضحه، الا ما جبتيش القانون التنظيمي وقاديتيه من بعد
في اول ولايه ديال الحكومه اللي كتجي من بعد الدستور سوق خاوي حتى ماشي دستوري. والقانون التنظيمي ديال الاضراب ما كاينش، القانون ديال عدم دستور القانون ما كاينش، عدم القوانين التنظيميه ما كاينش، علما ان حكومه جات حكومه بن كيران بعد دستور 2011. اذا حكومه غير دستوريه بن كيران، حكومه العثماني غير دستوريه، وحكومه اخروش غير دستوريه. اذا هاد ثلاثه الحكومات خارجه الزمن الدستوري ثلاثه. اذا سكوت ما تهضرش مع الوراء القانون. اضف الى ذلك دستوريا الدستور رقى بالشعب، راه ولا كيدير الشعب ولا كيدير التشريع الشعب المغربي، ولا كيدير العرائض، يجمع واحد 50 20 الف توقع وقدر يصاور قاعده قانونيه 25 الف توقيع وهلم مجره. اذا حنا ملي عندنا دستور بهذه الفلسفه، وسبق لي قلتها في مناسبه اخرى ان الباب الحقوق والحريات جاء قبل الملكيه، بمعنى باش يبان التوجه للبلاد، باش نعطيو قيمه للشعب المغربي. والدستور نص على المشاركه ونص على كذا ونص على كذا. تجيب الاخت كتقول لي النقابات، وانا نجلس مع اي واحد، شنو النقابات؟ نجلس مع اي واحد يحل مشكل البلاد. على هاد الدوله ما جلسناش حنا مع البوليزاريو كيهزوا السلاح، المسؤولين ديال الدوله المغربيه جلسوا مع قاده البوليزاريو. حنا نشوفوا دولتنا تجلس مع قاده البوليزاريو واللي هز السلاح على بلادنا، وما جلسوش مع رجل التعليم ومراه التعليم. كنقولوا لا النقابه لا خصك تكون جاي. شنو هذا المستوى في التفكير؟ وحنا عندنا الدوله ماديه ديال الجزائر، كتضل تكرفص علينا الجزائر والنظام الجزائري، والدوله على اعلى مستوى في المغرب تمد يد وكتواصل. وحدانا اسبانيا، شنو هي سميت ديك الحركه السياسيه ديال ديك التنظيم اللي كان واحد التنظيم كان ارهابي اي طاوله، والجناح السياسي عادي ولا كيدخل السلطه، وهذاك اللي زعيم ديال ديك الحكومه الكاتالونيه بغى الانفصال وراه تفاهم مع سانشيز، وراه عباد الله تما كيكمل النصاب القانوني الحكومه سانشيز كيجلسوا مع كل شيء، الناس كيطلبوا الانفصال وفي الحكومه داخلين وكيجلسوا. شنو كتسمى الواقعيه السياسيه؟ كتفرض عليك الواقعيه مصلحه البلاد، تبقى الشاد في الخوال خايف التخربيق، لا ما نجلسش مع التنسيقيه. وحنا قلنا لكم كان جزء من المعركه اللي طولت الامد هو ان ديك الحكومه تفرعين حقروا الاسد، حقروا التنسيق، وتعاملوا مع نقابات اصلا الشعب كارها طالع لهم في راسه، خانوها. ما نقولش كلشي اشخاص، ولكن كانت الخيانه، النقابات راه خانت الشعب في المغرب، الاحزاب خانت الشعب. اذا الحكومه والسلطه خاصها تفهم الشعب على هذا الصعيد، الشعب راه تكوى من النقابات، راه الناس باعت وشرات، راه الشعب مسكين، شكون اللي خرج على هذه البلاد قد النقابات والاحزاب؟ صافي المغربي مابقاش كيحمل النقابه، انت كحكومه كخصك تفهمي هذه الحويجات. واذا تواصلي من اجل مصلحه التلميذ، انتم اللي ضيعتوا التلميذ، اكبر فضيحه في تاريخ المغرب منذ الاستقلال. انا كنقولها لم تحدث فضيحه في عهد المملكه المغربيه اكثر من هاد 8 مليون ما قرات شهرين، وغيحاسب الله والوطن، سيحاسب هؤلاء، دي جريمه كامله الاركان. هاد الاولاد ضاعوا، واش بقى من يقدر الموسم ديال اللي داخل في شهر 12 يقرا؟ شحال يقرا؟ وعطال واش من قرايه واش من هادشي. كنتوجه لكم نساء ورجال التعليم، عارفكم ضرورين، كنهضر بواحد الطريقه، ولكن هذه بلادنا، لا هما ما فكروش فيها، انتم فكروا فيها، انتم فكروا فيها، انتم هم مولين البلاد، انتم هم اللي عندكم الكبده على البلاد. قضي بعض المرات كما كنقولوا، راه سبق لي عاودتكم القصه ديال الوليد ديالي، شنو قال له خالو؟ قال له خالو با حافظ سي الحزب، قال له خالو كان رجل حكيم في بلاده وبغى يديروا فقيه عنده في الدوار، كان با مسكين ديك السيك حافظ القران وباغي يخدم، باغي ماعرفش كان باغي كيقلب على شي خدمه ولا شي. قال له خالو اود اختي تعال تشارط عندنا في الدوار. قال له خالي انايا واش انا الشرط ما يقدنيش وكذا والدوار. قال له اود اختي اجا شرط ومن تجيك القياده سير قايد ببساطه. قال له اود اختي دابا غتكون يعني شرط، بعدا ما معنى شرط؟ ذاك المد ديال الزرع ولا ذاك المد ديال الطحين وديك التحريره وديك البركه، بعدا عمش ولا بلاش، جيب قضي على تجيب الله الصباط، قضي بعدا بهذه الفلسفه. ما كاينش دابا انسان شيخ. واحد القضيه غادي نقولها لكم نتمنى ما تفهمش خطا، كتفهموا كتعرفوا نساء ورجال التعليم محبه ديالكم عندي، ولكن غنقول لكم على واقعه. يحكى في بريطانيا انه شي مره كانت شي صلاحات ومشاكل والشعب صاحر واحتجاجات، فظهروا جوج اطروحات. واحد الاطروحه كتقول لك عرفتي شنو غنديروا؟ غنمشيو نحرقوا المقر ديال رئيس الحكومه في بريطانيا. وظهر راي اخر كيقول لا غنمشيو نحرقوا مجلس البرلمان. دابا الشعب تقسم لجوج، واحد تيقول نحرقوا البرلمان، والخوش كيقول لا ما نحرقوش البرلمان، نمشيو نحرقوا مقر رئيس الحكومه. فتموا غاديين وغوت غادي في الطريق، وقف واحد البوليسي وقفهم، قال لهم في غادي، قال له غنمشي، قال لهم شوفوا بهدوء. ذاك البوليسي قال لهم الا كنتوا غتحرقوا مقر البرلمان راه الطريق ما هنا، دار لهم حرق هاد الطريق.
قالوا ويلا كنتو غتحاربوا رئيس حكومه راه الطريقه هي. هذا السؤال خلاهم داروا ديك الحاجه صافي وتسالوا ويلي في غادي حنا عاد دوكي. اش بغيت نقول لكم؟ الانسان ما كيكون عاقل الا ملي كيكون بوحدو اكثر العقل. الجماعه كتحضر العاطفه كتحضر الجيش وكيحضر. بعض المرات في الجماعه انا ماشي كنصغر وما تفهموش شي خلفيه وماشي هذا هو المقصود، غير كيكون الحماس والتجمعات بحال الملاعب. شحال واحد دابا يدير شي سلوك في الملعب ولكن يقدر بوحدو يمشي يتفرج عاد قادر يدخل ويخرج، ولكن وصل الجماعه يقدر يتغير سلوكه، سلوك الفرد هو بوحدو يمشي داخل الجماعه. هاد الشيء اللي دارت الجماعه دابا مثلا في التعليم رائع، ما كنقولش خدتو معركه مسؤوله ونضاليه وتقير، ولكن بعض المرات راه كتغى العواطف تيبقى بنادم وكتلقى شي واحد راه في الاتحاد الدستوري مصوت ومصوت على الحركه الشعبيه وراه ديال الاحرار، ولكن كتجي هنا وسط المعركه التعليم ومخزون كيبقى لا خاصنا هذا الشيء. اذا الاخوان هاد الشهاده اللي كانت في هذا الفيديو، ما تنساوش اللايكات وما تنساوش ايضا ابونوا في القناه الا كنتو اول مره كتشوفوها. الى فيديو مقبل والى حلقه مقبله، والسلام عليكم.